أعزائي الأطفال، السلام عليكم في قناة دروس الدعم الابتدائي. اليوم عندنا تقويم في اللغة العربية للفصل الثاني مع السنة الخامسة. النص، تابعوا معي. في ليلة من ليالي الشتاء هبت على إحدى المدن رياح عنيفة، فتراكمت السحب في السماء، وأخذ البرق يومض ومضات متقطعة متبوعة بقصف الرعود. وفجأة بدأ المطر ينزل رذاذا، وسرعان ما تحول الرذاذ إلى وابل. استمر يهطل ويهطل دون انقطاع، فصارت شوارع المدينة كالأنهار، تجري فيها المياه وتجرف كل ما يعترض طريقها من أحجار وأوراق وغيرها. فانسدت المجاري في إحدى الأحياء، في أحد الأحياء، وأخذت المياه تتجمع حتى غمرت شوارع الحي وساحاته، وفاضت على الأرصفة، فتسربت إلى المخازن والمحلات التجارية وغمرت مداخل العمارات. كانت الساحات والشوارع قد تحولت إلى بحيرة واسعة، والناس يخوضون فيها بأرجلهم، وقد غطاها الماء حتى الركب. الأسئلة: أولا، حول الفهم، هاتي عنوانا مناسبا للنص. عما يتحدث النص؟ عما يتحدث؟ عن الأمطار الغزيرة التي صارت فيضانات. إذن العنوان هو الفيضان، الفيضان. الفيضان. سؤال ثاني: كيف كان الطقس قبل نزول المطر؟ قبل أن ينزل المطر كيف كان الطقس؟ نعود إلى النص. في ليلة من ليالي الشتاء هبت على إحدى المدن رياح عنيفة، فتراكمت السحب في السماء، وأخذ البرق يومض ومضات متقطعة متبوعة بقصف الرعود. هذه العبارات التي تدل على أن الطقس كان ينذر بالأمطار، بالأمطار الغزيرة. إذن نقول الجواب: كيف كان الطقس قبل نزول المطر؟ نقول كانت الرياح عنيفة، والسحب تراكمت السحب، إذن والسحب متراكمة، متراكمة أيضا، فتراكمت السحب في السماء، في السماء أيضا، البرق يومض، وكان البرق يومض أيضا، والرعود كانت تقصف، والرعد يقصف. هذه هي العلامات التي كانت تعلن بنزول المطر، يقصف. كانت الرياح عنيفة والسحب متراكمة في السماء، وكان البرق يومض والرعد يقصف. جيم، السؤال الثاني: هات من النص مرادف هاتين الكلمتين وضعهما في جملة مفيدة. الكلمة الأولى قوية، نبحث عن مرادفها في النص. الكلمة الثانية غطت،
قوية مرادفها في ليلة من ليالي الشتاء هبت على إحدى المدن رياح عنيفة. هي مرادف قوية، إذن عنيفة. عنيفة. غطت. غطت مرادفها في النص. غطت غطت غطت. غمرت. ها هي غمرت، معناه غطت. غمرت الأخرى، غمرت مداخل العمارات. إذن هي غمرت. غمرت. الآن نضعها في جملة. عنيفة أو قوية نضعها في جملة. عنيفة. مثلا أقول قذف اللاعب الكرة قذفة عنيفة فسجل هدفا رائعا. أو مثال آخر، رأيت زلزالا عنيفا هدم البيوت كلها. هذه أقصر جملة نكتبها. رأيت الجملة، رأيت زلزالا عنيفا، زلزال قوي هدم البيوت كلها. جملة ثانية بكلمة غطت أو غمرت. الجملة الثانية أيضا غطت أو غمرت. مثلا أنا أقول هطل الثلج طول الليل فغمر سطوح المنازل والعمارات. هطل الثلج طول الليل فغمر سطوح المنازل والعمارات، يعني غطى كل شيء. حول اللغة، السؤال الأول، أعرب الكلمات المسطرة في النص. الكلمات المسطرة في النص: عنيفة، السحب، شوارع، الأحياء. أربع كلمات. انظروا إلى الكلمة الأولى: في ليلة من ليالي الشتاء هبت على إحدى المدن رياح عنيفة. رياح مرفوعة، عنيفة مرفوعة. رياح نكرة، عنيفة نكرة. كيف نعربها؟ نعربها صفة، صفة للرياح. صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. صفة، صفة مرفوعة علامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. الضمة الظاهرة على آخر. السحب، السحب. فتراكمت السحب. من التي تراكمت؟ هي السحب. إذن هي فاعل. إذن أعيد: شوارع. لاحظوا جيدا أين وقعت كلمة شوارع. فصارت شوارع المدينة كالأنهار. صارت شوارع. صارت، ما هي؟ كيف نعرب صارت؟ هي فعل ماضي ناقص من أخوات كان. كان، صار، أصبح، ليس، كل هذه أخوات كان.
والاسم الذي يأتي بعد كان وأخواتها هو اسمها، إذن هي اسم صارت، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، شوارع اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن اسم سارة، لأن سارة من أخوات كان. الأحياء، الكلمة الأخيرة للإعراب الأحياء، أين هي الأحياء؟ فانسدت المجاري في أحد الأحياء، هي كلمة مجرورة، ماذا سبقها؟ حرف جر، اسم مجرور وهو مضاف، الأحياء مضاف إليه مجرور، مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، الكسرة الظاهرة على آخره. انتهينا من الإعراب. الآن السؤال الذي بعده، استخرج من النص ما يلي: اسم كان، فعل معتل، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. نعود إلى النص. اسم كان، نبحث عن اسم كان، اسم كان، اسم كان، هذا قلنا اسم صار، اسم كان في نهاية النص. كانت الساحات، ها هو اسم كان، جاء بعد كان، الساحات اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو جمع مؤنث سالم. إذن الساحات، الساحات اسم كان مرفوع. بعدها فعل معتل، فعل معتل، الفعل المعتل هو الذي عنده حرف من أحرف العلة، نبحث عن فعل معتل، أسهل فعلة، تجري، تجري فعل معتل، في الماضي نقول جرى، جرى بالألف المقصورة، في المضارع تجري، نأخذ واحد، تجري فعل معتل. جمع مؤنث سالم، جمع المؤنث سالم هو الاسم الذي ينتهي بالألف والتاء مفتوحة في الجمع. المحلات، جمع مؤنث سالم، المحلات واحد. الساحات اثنين. يوجد آخر، نكتفي بهذا. المحلات، العمارات، نأخذ واحد، العمارات، العمارات جمع مؤنث سالم. جمع تكسير، جمع تكسير هو اسم في الجمع تغيرت حروفه في الجمع، ليس مذكر سالم وليس مؤنث سالم. ليالي، جمع تكسير. المدن، جمع تكسير. رياح، جمع تكسير. السحب، جمع تكسير، إلى آخره. نأخذ واحد أو اثنان. المدن، المدن في المفرد نقول المدينة، المدن. بعدهم سؤال جيم: علل سبب رسم التاء في كلمة المدينة، لماذا كتبت التاء بهذا الشكل؟ بسيط جدا، لأنه اسم مؤنث مفرد، إذا كتبت بالتاء المربوطة لأنها اسم مؤنث مفرد.
علل سبب رسم الهمزة في كلمة فجأة، لماذا كتبت بهذا الشكل؟ فجأة، لماذا كتبت الهمزة على الألف؟ لأنها مفتوحة وسبقها سكون، لأنها مفتوحة وما قبلها سكون. فجأة قبلها سكون. تحويل، حول الجملة الآتية إلى المفرد. هذه الجملة في الجمع، نحول كل كلمة إلى المفرد. أخذت المياه تتجمع حتى غمرت شوارع الحي وساحاته وفاضت على الأرصفة. كل كلمة في الجمع نحولها إلى المفرد، فنقول أخذت، مفرد المياه ما هو؟ الماء، فنقول أخذ الماء في المفرد يتجمع، المياه تتجمع، الماء يتجمع حتى المياه غمرت، الماء غمر، غمر شوارع في الجمع، في المفرد نقول شارع، شارع الحي وساحاته، هذا جمع مؤنث سالم، في المفرد نقول وساحته بالتاء بدون ألف، وساحته. وفاضت المياه، فاضت، والماء فاض، وفاض على الأرصفة، جمع مفرد الأرصفة الرصيف، وفاض على الرصيف، هذا هو مفرد كل كلمة. أخذ الماء يتجمع حتى غمر شارع الحي وساحته وفاض على الرصيف. الوضعية الإدماجية، الموضوع: سقطت أمطار قوية في حيك فصار الفيضان. اكتب نصا تبرز فيه أهمية التعاون والتضامن مع توظيف الصفة والفعل المضارع المنصوب. عندنا نموذج سأقرأه عليكم، خذوه كمثال أو زيدوا عليه. الوضعية الإدماجية: في أحد ليالي الشتاء سقطت أمطار غزيرة في حينا فصارت الفيضانات. جاء رجال الحماية المدنية إلى الحي فسارع السكان إلى التعاون معهم لترحيل المنكوبين الذين انهارت منازلهم. وجاءت سيارات الإسعاف تنقل الأطفال والعجز المرضى إلى المستشفى. إن المساعدة والتضامن عملية إنسانية، لهذا يجب أن نتعاون فيما بيننا ونتضامن في مثل هذه الأوقات الصعبة ليرضى الله عنا. وقد أوصانا في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا نموذج، خذوه اقتدوا به. بهذا ينتهي هذا الفيديو، موعدي بكم في فيديو آخر إن شاء الله قريبا، ولا تنسوا تدعمنا باللايك والتعاليق الجيدة، وإلى اللقاء.